اختيارنا الثلاث مناطق دول كبداية فقط، أولاً لتعميم المبادرة بعد نجاحها إن شاء الله فيما بعد لأكثر من منطقة في مصر. اختيارهم في البداية لأنهم أحق بالرعاية في هذه المرحلة. المواصلات هنا ما فيش، احنا هنروح فين؟ احنا ما بنروحش مواصلات. اما بروح لبنتي في السلام بقعد بالساعه لعبال ما بركب بروح لبنتي. تبص تلاقي ان انت تضطر انت تاخد تاكسي عشان تقدر تروح مشوار. بدائي في شارع الخناق. المنطقه مشاكلها ان ما فيهاش انوار، في شوارع كتير قوي مش منوره. الشوارع فعلا في الجانبيه مظلمه، وفي شوارع رئيسيه برضه مظلمه، فعلى عموم التماشي كشافات موجوده مش شغاله، وفي مش موجود في منوره شويه نور صغيرين، وبالليل خالص بيبقى مظلمه، وفي كلب في الشارع هنا بيجري ورا الصبح. بتخاف من الكلب؟ اه. ليه؟ عشان كبير. يعني النور اغلبيته هنا اللي تلاقي واحد مطلع لندن من بيته ما بيفتحهاش غير بالليل خالص، ويقفلها بدري برضه ما بينورهاش، بيبقى خايف ان الكهرباء بقت تيجي غاليه. النور بتبقى مكسره والدنيا ضلمه، اي واحده بتخاف تمشي في الشارع. ما بتحركش من قدام الشغل غير لما اخويا يجي ياخدني، عشان يعني لو جيت لوحدي في ناس كتير قوي بتتحرج بالبنات، بالذات الشباب اللي بيبقوا عشان بيشربوا ومعاهم مطاوي وكده. هو انت بتعاكس البنات؟ امال مين اللي بيعاكس؟ الشباب. انا بخاف، شكل الشارع عندنا بيخوف. لو انا راجعه متاخر ببقى قلقانه وبصراحة خايفة. واحدة جاية من الشغل الساعة 10، واحد يعني خطفها واغتصبها وتوفت بعد كده. اخترنا مفهوم المدن الآمنة علشان ستاتنا وبناتنا تشعر بالأمان في الشارع. البلطجية واللي فيها ديت اللي طلعت وكده مخليين البنات دلوقتي، بقت الواحدة تخاف على بناتها وكده، تخاف ومشروعة. لا معاكسات كتير قوي 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 قوي. في أي منطقة في معاكسات؟ لا دي من زمان موجودة وزادت بعد الثورة برضه أكتر. ممكن الشباب هنا تضرب بعضيها بالسنج وبخناق وبضبضة بسبب البنات. يبقى ضرب وخناق ويعوروا بعض بالسنج والمطاوي والتزالي. الواحد بقى يعني بيبقى خايف يمشي لوحده بالليل. في معاكسات بالليل وما نعرفش نطلع الشارع. يا دلوقتي لما تيجي واحدة بتنزل تجيب حاجة بالليل لازم يكون جوزها ماشي وراها أو جنبيها على سبيل الحماية. الشمامين كتير وسايعين كتير وبيخنقونا. والشوارع ضلمة كتيرة برضو. في شباب هنا تحت بيشربوا حشيش وبانجو وسجاير. لا مؤاخذة، ولا وراهم شغلة ولا وراهم مشغلة ولا ما عندهمش حاجة وما عندهمش مسؤوليات. شباب طالعة كده في الشارع وخلاص. أكترنا أميين، ناس بياعين في الشارع أرزقية، الراجل فاعل والراجل الأرزقي اللي بينزل يجيب شوية حاجة يبيعهم أو حاجة زي كده. لا مؤاخذة يعني راجل رزقه يوم بيوم. نفسي الدنيا تبقى حلوة، نفسي البيت ده يبقى البني يبقى جميل ويبيض ويبقى حلو، والكلب ده يبقى مش قاعد تحت. نفسنا المناطق دي تبقى آمنة لكل الناس اللي عايشة فيها، مش بس البنات والستات. يعني نفسي العزبة تبقى هادية وما يبقاش فيها التحرش، نفسي أبقى في أمان. نفسي تتصلح حالها زي زمان. نفسي بقى الشارع يكون امان واطلع براحتي واخش. صلحوا الشوارع والمجاري ان شاء الله المنشاه تبقى كويسه.